خلينا نتكلم على هذا الترند اللي هو يعني قد يستهين به الناس وبيقولوا خصوصا الرياضيين انه والله بيعزز قوة العضلات بيعزز من الامتصاص وبيحطوا ملعقة على الموية وبنشوف كيف بتفور الموية هذه وبيشربوها. في دراسة عملت على الرياضيين اللي بيشتغلوا يعني بيعملوا هاي انتنسيتي تريننج، هاي انتنسيتي يعني نبض القلب بيوصل ل 150-160 وطلوع. الجسم وقت العضل وقت يتحرك بيطلع مادة اسمها لاكتيك أسيد، صحيح، بتروح بتحوط على العضل وبتتعبه. مظبوط. لما نحن ناخد هالبيكنج سودا 90 دقيقة قبل التمرين يلي هو هاي انتنسيتي اونلي، يعني بس اللي بيوصل لهارت ريت عالي، بيحكوا عن انه بيزيد الانديورنس يعني قدرتنا على التحمل. طيب اوكي، بس هيدا الشيء مش دائما بيفيد عند اي رياضي، مش عند الكل يعني، ولازم يكون في بالانس من الالكترولايتس من المعادن برات العضل حوالي العضل، مشان هيك بياخذوا كتير الكترولايتس يعني من الـ الصوديوم بوتاسيوم والمغنيسيوم ليكون فيها التوازن قبل ما ناخذ البيكنج سودا. يعني مش للكل يعني، مش للكل، وللاتليتس اللي عم يشتغلوا على انديورنس معين يلي هو قدره تحمل بنبض قلب معين لحتى نخفف اللاكتيك اسيديتي او هالاسيد اللي بينتجه العضل.